على المقادير معانا سموذي بنكهه الفانيليا، كوبايه لبن، علبه زبادي، كوبايه ايس كريم فانيليا، معلقه صغيره فانيليا، ومعلقتين عسل او كسر سكر فركتوز. خلاص يبقى معلقتين عسل ابيض او سكر فركتوز عشان ما نزودش السكر معانا قوي، ويا ريت الزبادي يبقى لايت. والايس كريم بقى، هو الايس كريم هو الحاجه الوحيده اللي هتبقى فيها سكريات معانا، لو اللبن لايت والزبادي لايت ومعانا معلقتين العسل وسكر فركتوز، احنا كده قلبنا الوصفه دي لايت مش دايت. خلاص عشان احنا لسه معانا ايس كريم بس اقل شويه سعرات عن لو هي زياده، لكن لو اللبن كامل الدسم والزبادي كامل الدسم هي كده لا تبقى عاديه بقى، خلاص مش لا لايت ولا دايت. تمام، تبقى حلوه للنحاف او عادي يعني للتقديم في اي مناسبه. نحط الايس كريم، الفانيليا، ونحط عليه الزبادي. وينفع على فكره يضاف له اي فاكهه، يعني ينفع عادي جدا يضاف له اي فاكهه. فانيليا، نضرب، نزود شويه اللبن، العسل والفركتوز يعني مش اساسي، يعني ممكن جدا ان احنا نلغيهم لو حسينا انها تسكيرها السكر بتاعها حلو فهي مش اساسي. تمام، ناخده بقى كده وننزل بيه في الكوبايات. خلاص ده مش دايت، تمام انا بأكد بس.